السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى منازل القمر. يبتدئ القمر عندما يكون في خط مستقيم بين الشمس والكرة الأرضية، والشمس القمر الكرة الأرضية تكون في خط مستقيم. الزاوية هنا صفر. الآن إذا تحرك القمر إلى هنا، فعمل من هنا إلى هنا عمل زاوية 45 درجة، ظهر لك وأنت واقف على سطح الكرة الأرضية ليلا بهذا الشكل. هذا يسمى واكسينج كريسنت أو العجون القديم. العجون القديم كما ذكر القرآن الكريم. إذا ابتدأ بالظهور في السماء بالعجون القديم، ثم سيعود كالعجون القديم. الآن لو تحرك القمر كمان 45 درجة إلى أن وصل إلى هنا 90 درجة، فهذا الذي سوف يظهر لك إذا أنت واقف على سطح الكرة الأرضية، وهذا يسمى first quarter. first quarter. الآن إذا تحرك كمان 45 درجة، قلنا 90 درجة كمان 45 درجة أصبحت الزاوية، يعني لو أنت خط مستقيم هكذا وهكذا إلى هنا 90 درجة وهذه 45 درجة، فتصبح الزاوية 135 درجة، وهذا ما يسمى بالواكسينج جبس أو المنتفخ، كما تراه منتفخ هنا، وهكذا سيظهر لك من سطح الكرة الأرضية ليلا. عفوا، لو تحرك كمان 45 درجة أصبحت الزاوية 180 درجة، يعني ابتدأ هنا بالنيو مون وكان مظلما. لو نظرت في صفحة السماء لا ترى شيء من الجانب المضيء لسطح القمر لأنه مظلم. وابتدأ بالظهور كالعجون القديم. الآن من هنا إلى هنا 180 درجة، وهكذا سيظهر لك. لماذا؟ لأن الشمس، أشعة الشمس تضرب على سطح القمر فبتوجيك فل مون. عندما يكون بخط مستقيم مع الكرة الأرضية ولكن في هذا الجانب، أما إذا كان في هذا الجانب ستراه مظلم، أما إذا كان في هذا الجانب ستراه هكذا فل مون. واضح؟ هنا تكون الزاوية صفر، هنا تكون الزاوية 180. استدار من هنا إلى هنا 180 درجة. الآن إذا تحرك كمان 45 درجة أصبحت الزاوية 225. إلى حد هون 180 و45 أصبحت الزاوية 225 درجة، وهذا وهكذا سيظهر لك winning gibbous. winning gibbous. الآن لو تحرك كمان 45 درجة، يعني أصبحت الزاوية 270 درجة، من هنا إلى هنا أصبحت الزاوية 270 درجة، هذه الزاوية تساوي 270 درجة. لو أنت واقف على سطح الكرة الأرضية هكذا سيظهر لك القمر. الآن لو تحرك كمان 45 درجة أصبحت الزاوية 315 درجة، يعني هذه الزاوية ابتدأ من هنا المكان في خط مستقيم استدام، هذه الزاوية 315 درجة.
الآن تحرك كمان 45 درجة تصبح الزاوية 360 درجة، يكون قد عاد إلى نقطة البداية وعمل دورة كاملة، ويظهر لك هكذا مظلما، لا ترى شيء مضيء من سطح القمر عندما تكون أنت واقف ليلا على سطح الكرة الأرضية، لأن أشعة الشمس تكون تضرب في هذا الجانب من سطح القمر، وأنت تقف هنا وأنت ترى الجانب المظلم. ثم يعود ويبدأ بالظهور، لاحظ هنا يعني هذه الزاوية هنا في خط مستقيم الزاوية صفر، نقول ابتدأ بزاوية صفر، الآن يتحرك 45 درجة إلى أسفل، شوف بدأ في الظهور في صفحة السماء كالعجون القديم، ثم في النهاية يعود كالعجون القديم، حتى عاد كالعجون القديم. ليه عاد كالعجون القديم؟ لأنه ابتدأ كالعجون القديم في صفحة السماء فعاد كالعجون القديم، واضح؟ ابتدأ ب 45 درجة بالظهور في صفحة السماء العجون القديم، وعاد عندما كانت الزاوية 315 درجة عاد كالعجون القديم. فسبحان الله، سبحان الله العظيم. لاحظ هنا يعني نرى كيف يدور، نجعله يدور إن شاء الله. لاحظ كيف أن القمر هذا محور دوران، الأزرق هذا محور دوران الكرة الأرضية حول الشمس. لاحظ أن الكرة الأرضية حول الشمس يعني هذا يسمى الـ rotational axle of the earth. لو أنت أخذت خط مستقيم هنا على الكرة الأرضية المحور الصادي، في بتعمل المحور الصادي مع الـ rotational axle بيعمل 23 درجة ونصف. هذه 23 درجة ونصف مطلوبة لإنتاج الفصول الأربعة. لاحظ أن القمر محور دورانه، محور الدوران البلين بتاع القمر منحرف عن البلين بتاع الكرة الأرضية والشمس بخمس درجات، بخمس درجات، وهذا أيضا مطلوب لأمور أخرى سنبينها في المستقبل إن شاء الله. سبحان الله العظيم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. The sun runneth on unto a resting place for him, that is the measuring of the mighty, the wise. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.